تقول كان محطة هامة في لقاء رئيس جيل جديد بسكان هذه الدائرة الذين لم يترددوا في طرح مشاكلهم خاصة الصيادين منهم. هنا في البور هدايا كما في كل الجهات، رحنا شفنا في الجميلة، شفنا في جهات أخرى، فتنس، في كل الجهات نشوفوا باللي هاد الموانئ مهملينها، ما كانش أدنى حاجة ليصيبها المهني الصياد. حنا نطلبوا منه قال جيب الحوت وما تبيعوهش غالي والسردين غالي، بصح ما نعطيوهش الإمكانيات نبنيوا حاجات كبار بالدراهم الضخمة، كي يقعد لنا غير سنتيم سنتيم هذاك ما نستثمروهش ونخليو المهني يسمى مربوطين يديه. كيفاش ما كانش لاكري هنايا؟ كيفاش ما كانش يعني أدنى إمكانيات؟ سفيان جلالي أشار إلى أن حزبه يملك الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية للبلاد، كما قال مؤكدا على طرحه لبديل ذي قيمة.